كابتن، برضو استضافه مصر لهذه البطوله في توقيت مهم، جائحه طبعا كل الفرق بتخاف تشارك او بتخاف تسافر، ولكن مصر يمكن دلوقتي في حدثين مهمين، كاس العالم للرمايه اللي بيقام على صاله او على ملاعب او على ميدان الرمايه في نادي الصيد في 6 اكتوبر، وايضا بطوله افريقيا 21 سنه لكره الطائره. بيتهيالي ده مؤشر لكل العالم ان مصر قادره على استضافه الاحداث الكبيره كده. طبعا يعني المؤشر باين جدا حتى من بطوله العالم للهاندبول اللي كانت هنا في مصر اللي لسه خلصانه قريب. عملنا رساله للعالم كله، لا احنا مصر احنا قادرين نسيطر على الوباء العالمي اللي موجود، احنا بنعرف ننظم بطولات مستواها عالي جدا. بطوله عالم رجال انجاز تاريخي لمصر ان هي نظمت البطوله في ظل الظروف ديت، وبعد كده البطولتين بطوله الرمايه وبطوله افريقيا للشباب. طبعا ده بنقول للدنيا كلها لا احنا عندنا القياده بتاعتنا بتعرف تتصرف وبتعرف تحافظ على اولادها، بتعرف تستضيف البطولات، والدول كلها طبعا بتخاف من الموضوع دوت، لا احنا بنعرف نسيطر على الوباء وبنعرف نتعامل مع 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 مع, مع الرياضه كلها بالاجراءات الاحترازيه المحترمه اللي بنعرف نحافظ بيها على اولادنا وجمهورنا، وبنقدر نسيطر على اي حاجه الحمد لله. وعلى فكره يا كابتن برضو يعني اكيد الاتحاد الدولي للكره الطائره متابع البطوله، وزي ما كانت مصر يعني هي زي ما بيقولوا قبله الحياه للرياضه او للرياضه العالميه او المشاركه العالميه في بطوله العالم لكره اليد، فالاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي متابعين طبعا كره الطائره، متابعين الحدث ده على ارض مصر، وهيكون بدايه جيده لاستعاده النشاط العالمي لكره الطائره مره اخرى. طبعا يعني هو الرساله بقى بس مش مجرد ان احنا بنقول يا جماعه احنا بنقدر نحافظ على الوباء وبنقدر نسيطر عليه، لا احنا عندنا امن في البلد، عندنا استقرار، عندنا البنيه التحتيه الرياضيه، البنيه التحتيه بتاعتنا كويسه جدا، الفنادق بتاعتنا كويسه، عندنا صالات، عندنا كل حاجه نقدر ننظم بيها بطولات كبيره. مش شرط ان احنا نمسك ميكروفون ونقعد نتكلم في كل وسائل الاعلام، احنا عندنا رياضه، لا انما الناس لما بتشوف بعينيها اللي بيحصل وتشوف الانجازات اللي حاصله في البلد بترجع بلدها بتعرف تتكلم، تقول احنا لا مصر فيها نظام، مصر فيها امان، مصر فيها رياضه. فالحاجات دي طبعا كلها مهما نعمل دعايه ومهما نصرف على دعايه مش هتكون زي استضافه بطولات عالم. اكيد يا كابتن، اكيد كابتن.